زهقت ولا ايه؟ هانت هنصور. اقعد يا استاذ. ها. انا عايز اسالك سؤال. هما البنات دول ايه؟ المساعدين بتوعي. يعني دول مساعدين ودول ممثلين؟ هو زمن بقى، هنعمل ايه؟ بقول لك هي أزمة. نعم. مفيش حاجة بقى في الحارة دي طرية نشوفها؟ هو في أثرى من كده؟ ده انت مالكش دعوة بدول، ما بتشوفش على حد دول. بتكلم على عندكم في الحارة دي نشوف حاجة كده حلوة. بصراحة الصنف اللي انت شفته كل المومياوات اللي عندنا، ما عندنا بس. أيوة. لقيت لك حاجة مستخبية. ماشي، حلو ده. الحسنة تيجي حاجة بقى، فرسان الإعاقة. أيوة يا سلمى، جينا أهو. ايه بقى؟ اعاقه فعلا. لا باين بس تمام. ماشي، ده انضف حاجه في المناطق. ماشي، خليها. انا مفيش بقى عيل صغير. لا اوعى تبقى زفن بيرغ، تبقى مع مص عيل. ايه تعمل؟ انا معاه مش كده. فهمت ايه يا حمار انت؟ ما انت بتقول عيل. عيل يمثل يا هبل. عايز عيل. يمثل شنيبه. ده بقى حاجة كسرة. بص المنظر، ايه رأيك؟ شنبي ده بشنب. ما انا عارف، ما انا هو ده اللي بجنن، ان هو بشنب. هنعمل هو تصنيفه عايز يمشي معاك يمشي. ايه رأيك يا طارق؟ يعني ممكن نبقى ننتفوله. ماشي، هننتفوله. يلا نصور بقى. يلا نصور. يلا نصور. يلا يقعد منك ليه؟ يلا ان شاء الله ابقى نجم واكسر الدنيا. زود لي البودرة، عايز ابقى ابيض واحد في الحاره، عايز ابقى ماشي في الحاره كده من كتر البياض منور بدر. وصغر لي مناخيري، عايزها تبقى قد مناخير نيللي كريم بالظبط، قد النبأ. انا مش عارف نيللي كريم دي بتتنفس ازاي، مفيش مناخير اصلا نقطتين. وحط لي روج. ايه يا استاذ؟ ايه بيه؟ انت فاهم حاجه؟ ما كل الممثلين بتحط روج. ده احمد عز ده ماشي بحلبه الروج في جيبه، انت فاكر ايه؟ ما هو قاعد عمال يحط روج من الصبح لما هيبلع الروج. دي ست؟ ست ايه يا عم؟ دي كانت ست، دي شبه نزلة السمانية، ده انت احلى منها. بردوني يعني بقطع الحوار. انا دكتور سعيد سمكة، انا ما حضرتش الاختبار اللي فات. انما لو في اي دور صغير ضيف شرف يعني ولا حاجة، انا مستعد اقبله على طول. لا مش عايزين ناس كبيرة. شكرا. كبيرة ده هي في ملفظك. حلو قوي، حلو قوي. ماشي، ماشي يلا. طب نزلني تحت الاخراج. تحت الاخراج تعمل ايه؟ مفيش حاجه اسمها تحت الاخراج. امشي. ماشي يا ريس. اسمعني. طب نزلني تحت الترابيزه. هتعمل ايه؟ ما هتشوفنا كده. مش هينفع. انا مكاني يا ريس. مع السلامه. ماشي، عايزين نصور بقى الناس دي. طب اقشر لك موز. معلش، ما موز ما تقشرش. طب اعصره لك. ماشي خلاص، خليك واقف. ماشي يلا. اكشن اكشن. انت حيواني يا ابني، انا اللي بقول عشان اللي ما سمعش يسمع بس. انا هو اقامه، ما انا عارف. عماد الاطرش اهو يا ريس قدامنا. عشان يا ايطالي. يا ايطالي. يا ايطالي. انا اسف، انا اسف يا استاذ. كنتاكي اطلع بره. ايه الزفت دي؟ امشي. اتفضل يا استاذ. يلا اكشن اكشن. انت اطلع يا ايطالي، اطلع بره يا حيوان. يا ده انا حضرت تصويرات. اقول لك ايه؟ طب وطي صوتك الله يحبك، لحسن المخرج ياخد باله اني دخلت تاني ويطردني، وممكن ياخد مني البريك. البي بيضطهدني عشان بفهم في الاخراج، بس انا هكشف. ايه وطي صوتك؟ حاضر ماشي، بس والنبي يا قبطان القبطين، كلمني عن الاخراج والمخرجين بره، عشان اللي قدامك ده اكتشف انه مخرج موهوب بالفطره. اللي اعرفه عن الناس دي انها معاها فلوس كتير قوي واخده وضعها، وده الوقت بقى
اللي لازم اخد فيه وضعي. ربع ساعة وبيخلص يا أستاذة. يلا بسرعة أحسن بريك هيخلص. كل كل. معكش ورك؟ روكا خليهم بقى يطلعوا لنا الغيارات الداخلية بتاعتهم ويحطوها لنا على الحبل كده تبقى باينة. الغيارات الداخلية اللي هم لابسينها حطوها لنا كده على الحبل ماشي؟ ويا ريت كمان بقى يبقوا يرشوا لنا مثلا الأرض كلها مية. في ايه يا ابني انت عايز ايه؟ قول هيرشوا ايه؟ يرشوا ميه. هيرشوا ايه يعني؟ هو انت مش شايفني؟ ما انا شايفك وزي اللوح قاعد جنبي. طب ماشي. انت مش حاسس ان انا حاجه؟ انت ولا حاجه. لا والله العظيم انت غلطان. انا كل الجرابيع والهلافيت اللي في الحاره دول كلهم العبد لله اللي بيهزق. ماشي. وانتوا هتبطلوا لنا الشغلانه من شويه من اشكالكم؟ ما انا عارف. لا والله انا مش بشتغلك يا استاذ. يا طالب. ايوه. مين ده يا طالب؟ ايه المنظر ده يا طالب؟ معلش ده كنتاكي. قول لي الاستاذ، مش انا اللي بهزقكوا في الحاره دي كلها وببرمط بكرامتكوا الارض في الروحه والجيه؟ هو في حد بيهزقنا غيرك؟ طيب قول لي. اقول لهم حاجه. قول لهم يرش الارض دي كلها ميه. لا قول لهم انت. طب بتسالني ليه يا ابني؟ انا اصاك يا ابني عشان تقول لي. اقول لهم يلا يلا كده. طيب حاضر. ماشي حاضر. ماشي. طيب انا احنا مشكلنا وانبسطنا وقضينا يوم حلو في الحاره. ها يلا يا بنات. ها فركش. انتوا مجانين يا عم. فركش يا استاذ. ايوه يا عم فركش. البوزيشن باظ. بوزيشن ايه؟ طب خلي البنات. طب انت لا 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 ياخد البنات ويسيب الاجهزه. لا 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 انا اللي هخرج. انا اخرج بشعر صدري. لا خلاص اقف وسيب الاجهزه والنبي ما تبصليش. يا لهوي يما. ده صلى على النبي. عايزه فوق يا طالب. صلى على النبي. عايزه فوق من الوهم. عايز تخرج؟ اني هخرجك. فوقني يا طالب. هجوزك هالنوم. فوقني. يا من تقفين بعيدا عن قفص العصفور، إني أحبك حبا جما جما، يا من تشبهين قدرة الفور. ايه يا حبيبي عامل ايه؟ عسى الله ابيض. ايه يالا ما قلتلك ما تبوسنيش قبل كده. بحبك بحبك. ايوه. ايه يالا مالك انت بقيت متدلع قوي ليه كده؟ في انا بقى اسمي المدلع هنا في الحته. المدلع؟ وفين حرس الناشف؟ ما هو الناشف بيطرق. الله. لا يا جدعان لا انتوا اتغيرتوا من ساعه ما رجعنا من الغردقه. بص ايه؟ غيرنا. لازم نتغير. عارف ليه؟ ليه؟ عشان المدلعه وصلت. المدلعه وصلت براحتكم عموما دي شخصياتكم. بقول لك صحيح الاعلان جاي كمان 10 ايام. طب وانت مالك ومال الاعلان؟ احنا اللي مثلنا. احنا اللي نجوم. انت مالك انت يا ابني؟ التمثيل ده ممكن اي حد يمثله، انما انا ساعدت في الاخراج. ساعدت في الاخراج؟ مبروك. الله يبارك فيك. انت عبيط يالا. انت ساعدت في اخراج ايه؟ انت اترميت زي الكلب بره. اترميت ايه يا ابني؟ مش انا اللي كنت عمال اقول للناس تعالى هنا وقف يا بجم انت ما بتفهمش، وازعق كده بصوت عالي واقول لك اعمل ديها اعمل ديها بكتيريا اعملها كده واعمل ديها اسمك ايه وبتاع. انا مش عارف يا جماعه كنت متوتر ساعتها. ايه كلام الخناقات اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ وايه اللي قلت لي اعمل كده يا ابني؟ انا انت فاكرني دارس؟ انا موهبه، شغال بموهبتي كده، موهبتي على الله كده وطلعنا على الناس على طول. تشتغل بالموهبه؟ طبعا. والله العظيم انتوا ما فاهمين حاجه وفاكرين التمثيل ده كل حاجه وهو ولا حاجه. امال ايه اللي كل حاجه يا ابني؟ الاخراج. الاخراج يا ابني المخرج ده بيبقى معاه تل فلوس، انما الممثلين دول بيموتوا في النقابه. ما تصدقش التحش ده، الممثل هو النجم، انما المخرج ده حد عارفه، ده بيجي مكان التصوير عشان يزعق ويمشي. ماشي يا حورت. ماشي. بكره تعرف ان كلام انا صح وان الاخراج هو الاهم. تمام. ها
هتيجوا معايا ولا لا؟ انا نجم يا ابني، النجم ما بيتحركش من اوضته لحد ما يموت. وانا والله اكون كان نفسي اجي معاك، بس اعمل ايه بقى؟ انت عارف يعني نزول يعني صور فانز اي دونت لايك ات. وانا الشمس ممكن تجرح لي بشرتي. تمام، بس مش عايزين تعرفوا انا رايح فين؟ رايح فين يعني؟ رايح اقابل شمال ويمين. انت رايح الاستاديو؟ انت هتستظرف؟ رايح اقابل يمنى ويسرى يا حبيبي. يمنى ويسرى؟ انا جاي معاك. ايه ده جاي معايا ايه؟ والشمس مش هتجرح بشرتك؟ همشي في الضليله. ضليله؟ ايه ده؟ ايه الزهق ده يا جماعه؟ انا لازم اخرج، انا هاجي معاك خلاص. ايه ده؟ والفانز هتمشي في الهليله؟ الفنان لازم يبقى متواضع زي احمد فلوكس. ايه؟ اقسم بالله لو اللي في دماغي طلع صح هتبقى ليله غبره على دماغكم انتوا الجوز.